في جدة انعقد اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، ذلك بدعوة من المملكة رئيس القمة الإسلامية الحالية ودولة فلسطين والأردن وإيران. أكد وزراء خارجية التعاون الإسلامي على ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. هذا وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري للتعاون الإسلامي على ضرورة وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مذكرا بعجز المجتمع الدولي عن إيقاف مذبحة غزة. نتابع. وبالرغم من تفاقم المأساة الإنسانية وسقوط ما يتجاوز عن 30,000 قتيل وتجويع أكثر من 2 مليون شخص وانعدام الأمان وتدمير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، فإن الحقيقة المرة أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا عن وقف هذه المذبحة بحق الإنسانية وبحق القيم الدينية والإخلاقية والدولية المشتركة. وإننا نلاحظ أن التصعيد الإسرائيلي الوحشي يستمر ضد المدنيين في غزة وفي الضفة الغربية. وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بحق المستوطنين المتطرفين يعد أمرا إيجابيا، إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في حال لم تتم محاسبة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يقفون خلف تمكينهم منها، مما ينذر بانهيار كامل لمصداقية المؤسسات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشار وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم يعيشون في غزة. أيها السيدات والسادة، 80% من الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم اليوم يعيشون في غزة. باختصار، لم يبقى مخالفة للقانون الدولي وقواعده الآمرة لم ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق شعبنا حتى الآن. والوضع في القدس الشريف وبقية الضفة الغربية المحتلة لا يقل سوءا، فلقد أطلقت قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين العنان لحملة من الإرهاب المنظم والدمار والموت ضد السكان المدنيين. تستمر المملكة في الضغط على المجتمع الدولي من خلال قيادتها للجنة الوزارية العربية الإسلامية ومن خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليوم من خلال منظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد على أن الرياض لن تهدأ حتى تتوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتتوقف الهمجية الإسرائيلية في رفح والبلدات الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة أن هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيرا إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين. ولقد لمسنا تطورا إيجابيا في مواقف بعض الدول وتفهما لحجم الكارثة، ورأينا تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وقال إن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتا إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي. حجم الكارثة في قطاع غزة تفهمته كثير من الدول بسبب تكتل العرب والمسلمين بقيادة المملكة وإيراد البراهين والأدلة على شناعة أفعال الحكومة الإسرائيلية وجيشها التي ترقى لجرائم الحرب. وهو ما دعا وزير الخارجية لكشف أن بعض الدول المتفهمة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي باتت اليوم على استعداد تام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. نوجه رسالتنا لتلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة والقبول بحل الدولتين. ورغم بشاعة الحرب الإسرائيلية المدعومة بغطاء غربي ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل في فلسطين وحرب التجويع وتعطيل المساعدات وموت المرضى والأصحاء لعدم توفر الدواء والغذاء، إلا أن هؤلاء العزل يتمسكون بأرضهم، والدول العربية تطالب بممرات آمنة لإيصال المساعدات ووقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ومحاسبة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي تسعى منظمة التعاون الإسلامية على توثيقها ونشرها والعمل على محاسبتهم وفق القوانين الدولية إن كان ثمة قانون لا زال يعمل بسبب ازدواجية المعايير الغربية. للإخبارية محمد العوفي.
ينضم الينا في الاستوديو عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم النحاس. اهلا بك دكتور ابراهيم، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. اهميه هذا الاجتماع الوزاري دكتور، واهميه التنسيق العربي والاسلامي، وايضا اهميه متابعه القرارات التي صدرت عن القمه العربيه الاسلاميه غير العاديه التي عقدت في نوفمبر الماضي في الرياض. نعم، مثل هذا الاجتماعات غايه في الاهميه للتاكيد على اهميه هذه القضيه امام المجتمع الدولي، ولأهمية العمل بالقرارات التي صدرت عن تلك القمة التاريخية التي عقدت في المملكة العربية السعودية وبرئاسة سمو سيد ولي العهد الأمين، وصدرت عنها قرارات غاية في الأهمية. وبالتالي عندما تعقد مثل هذه الاجتماعات الوزارية على هذا المستوى، فإنها أول بداية توصل رسالة بأن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للدول العربية والدول الإسلامية، وتوصل رسالة أيضا للمجتمع الآخر المستمع والمشاهد والمتابع لمثل هذه القضية سواء في الشرق أو في الغرب، بأنه مهما طال الزمن ومهما طالت الأوقات بأن هذه القضية سوف تظل محل الاهتمام من قبل جميع الدول العربية، وسوف يعمل أيضا على الاستمرار في متابعتها. وأيضا عن ذلك القرارات أيضا صدرت فيما يتعلق أيضا في اللجان وغيرها من المتابعة سواء الإعلامية أو غيرها اللجان السياسية، أيضا غاية في الأهمية بأهمية التركيز عليها وأهمية المداولات أيضا بين الدول العربية والإسلامية فيما يمكن العمل عليه في المرحلة المستقبلية لإنهاء هذه الأزمة، أو حتى لوضع آلية معينة لمعاقبة هذه الدولة المعتدية الدولة الإسرائيلية وما تقوم به من إبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية على أقل تقدير، وإن كانت تلك المحاكم للأسف ليست على القدر المأمول بأن تعطي الحقوق للفلسطينيين إلا أنها غاية في الأهمية. وأيضا للدول الأخرى الدائمة في دول مجلس الأمن عليها مسؤولية كبيرة جدا وأخلاقية بناء على مثل هذه القرارات التي تصدر. طيب الدكتور أشرت إلى يعني اللجان التي صدرت عن هذه القمة، ربما أبرزها اللجنة الوزارية صحيح التي طافت العديد من العواصم العالمية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. ما نتائج هذه يعني، أو كيف نرصد ثمرة هذه الجهود التي قامت بها اللجنة الوزارية؟ نعم. حتى الآن فيما مضى من زمن منذ العدوان الإسرائيلي على غزة. نعم، هو نتائجها واضحة فيما يتعلق بنقاط رئيسية، منها نقل المسألة من المحيط العربي والإسلامي إلى المجتمع الدولي. وعندما ذهبت هذه اللجنة إلى الدول الرئيسية في المجتمع الدولي، فهي أوصلت الرسالة بأنه على تلك الدول مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية بأهمية أن تعمل بشكل مباشر على حل هذه الأزمة، ونجحت في على أقل تقدير تحييد هذه الأصوات بأن لا تستخدم على أقل تقدير حق النقض الفيتو باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، المعلوم موقفها مسبقا بأنها سوف تذهب بمثل هذه الاتجاهات حتى وإن كانت وحيدة، إلا أن هناك 4 دول أخرى أيدت هذه القرارات التي توقف مثل هذه الأزمة، وهذا يعتبر نجاح للجنة الوزارية. وأيضا لعله الأهمية القصوى أيضا أنه أثبت العالم العربي والإسلامي بأنه قادر على التعبير بصوت واحد عما تصدر منه القرارات، وهذه لأول مرة في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية أن تشكل لجنة وزارية على هذا المستوى، وأن تنجح نجاح كبير جدا بأن تعبر حقيقة عن السياسات العربية وعن الرأي العام العربي أمام المجتمع الدولي. أعتقد أنها نجحت على أقل تقدير في رمزيتها وفي نقل هذا الصوت أمام المجتمع الدولي، وأثبتت بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي لم تستمع لصوت العقل وصوت القانون، وأيضا دعني أقول للأخلاقيات أمام المجتمع الدولي بتأييدها غير مبرر لمثل هذا العدوان. تواجدت في الولايات المتحدة وانتشرت إلى موقف الولايات المتحدة الواضح من هذه القضية ومن الدعم إسرائيل، لكن هذه اللجنة تواجدت في الولايات المتحدة لأكثر من مرة، تواجدت في اجتماعات الأمم المتحدة، وتواجدت بعد ذلك أيضا في اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي الذي أيضا هو أيضا زار المنطقة عدة مرات. المشهد الدولي كيف تغير في غزة بعد هذه الجهود العربية والإسلامية من قبل هذه اللجنة؟ نعم، هو المشهد الدولي إذا ما استثنينا الموقف الأمريكي تحول إيجابي لصالح دعم القضية الفلسطينية ودعم الحقوق الفلسطينية، وقد يصل أيضا إلى مرحلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول، ومنها الدولة البريطانية المملكة المتحدة أعلنت بأنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، وهذا يعتبر نجاح كبير جدا سواء للقمة العربية الإسلامية أو لهذه اللجنة الوزارية التي استطاعت إيصال مثل هذا الصوت. أيضا دول أخرى أيدت الموقف الفلسطيني، وقفت موقف
قوي جدا مدان بإدانة الدولة الإسرائيلية سواء في أمريكا الجنوبية أو أيضا في دول أخرى. استطاعت أيضا إثبات هذه القرارات أيضا أمام الرأي العام العالمي حقيقة، أيضا نقلت هذا الصوت وذلك الرأي يؤثر في الدول التي يتواجد بها، وبالتالي أعتقد أنه حقق لنا نجاحات كبيرة جدا سواء بعقد القمتين أو بمثل هذه اللجان الوزارية. ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية الآن أيضا في مواجهة المجتمع الدولي، وليس فقط في مواجهة أبناء الدولة الفلسطينية أو الأمة العربية والإسلامية، وإنما هناك أمم وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هناك أصوات أصبحت تطالب الحكومة الأمريكية بالعدول عن الدعم غير المبرر للدولة الإسرائيلية. وبالتالي نعم الموقف الدولي تحول كبير جدا، ونحن قد لا نلمس هذا في يومنا هذا، إلا أن هذا التأثير سوف يثبت وجوده في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة، وقد يكون اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في سبتمبر أيضا دليل، وقد نحظى بتصويت جيد لصالح الدولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي اعترافا حقيقيا، وإن لم يكن داخل المتحدة بحكم المعارضة الأمريكية إلا أنه قد يكون ثنائي بالاعترافات المباشرة. طيب أيضا من ضمن الجهود إضافة إلى هذه اللجنة الوزارية دكتور، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعكف على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رصد تلك الجرائم التي قام بها جيش الاحتلال وإشارها في وسائل الإعلام المختلفة، أهمية هذا الرصد وهذه المتابعة وهذا الإشار لهذه الجرائم المتكررة من قبل إسرائيل. أعتقد أنه غاية في الأهمية، لأنه نحن هي الحرب القائمة منذ زمن طويل، هي حرب إعلامية، تلك الحرب الإعلامية جعلت الحق باطلا والباطل حقا عندما وصفت الفلسطينيين بأوصاف غير حقيقية، ووصفت الفصائل الفلسطينية بأوصاف غير حقيقية، وظلل الرأي العام العالمي كما ظلل أمام في نظرته للعالم الإسلامي أو للمسلمين في المجتمع الدولي بأوصاف غير حقيقية. وبالتالي هذا العمل يعتبر نقلة نوعية في العمل العربي والإسلامي، أن يكون هناك اهتمام بالإعلام، بأهمية القوة الإعلامية، بالتنظيم الإعلامي، بإيصال هذا الصوت للمجتمع الدولي بالحقائق الظاهرة على أرض الواقع، لأن الرأي العام العالمي مكون مهم جدا في التأثير على السياسات في تلك الدول. ونحن عندما نقول أنه نعتبر نقلة جيدة ونوعية في الاهتمام بالإعلام، نقول ذلك لأنه عانينا في مراحل الماضية من الصمت والانكفاء على أنفسنا وتوجيه هذا الإعلام للداخل، أما الآن فهي نقلة أخرى للمجتمع الدولي، وبأنه على المجتمع الدولي أن يرى بعينه ويحكم أيهما معه الحق وأيهما معه الباطل، وأيضا إظهار الحقوق الفلسطينية على أرض الواقع، وإظهار المآسي التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في المراحل الماضية، وإظهار الحقوق العربية والصوت العربي الحقيقي الذي كثيرا ما نادى بأهمية دعم الحقوق الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وأمام أيضا الجمعية العامة المتحدة وغيرها. وبالتالي الخطابات السياسية لا تكفي إن لم يرافقها مثل هذا الصوت الإعلامي ومثل هذه الجرائم التي تنقل للمجتمع الدولي. وبالتالي نحن أمام الآن مسؤولية حقيقية في إظهار ذلك الجانب وفي توثيقه، وعندما نقول أيضا توثيق هو غاية في الأهمية، لأنه في مراحل الماضية كان الحديث هنا فقط إعلاميا وخطابيا ونكتفي بذلك، أما الآن فالخطاب السياسي يرافقه صورة إعلامية، يرافقه خبر إعلامي، وهي غاية في الأهمية، ولذلك الإعلام هو غاية في الأهمية يساوي السلطات السياسية وغيرها. طيب سنواصل الحوار دكتور، وأريد تعليقك يعني على اجتماعات أيضا هامشية دكتور نشير إليها الآن جرت أثناء هذا الاجتماع، اجتماع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، حيث عقد أو بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها. دكتور لعلنا نختم أيضا في ظل هذا التنسيق العربي والإسلامي بشأن ما يجري في غزة وهذا الاجتماع الوزاري، اجتماعات ثنائية، لكن ماذا عن الموقف السعودي والإيراني الآن من خلال هذا الاجتماع؟ كيف يمكن للسعودية وإيران التفاهم سويا والضغط أيضا باتجاه حل سلمي في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني؟ نعم، مثل هذه اللقاءات تسعدنا كرأي عام، ونرى أنها غاية في الأهمية مثل هذا التنسيق بين الدول العربية والدول الإسلامية. إيران دولة رئيسية في المجتمع في المنطقة، المملكة دولة رئيسية في المجتمع الدولي ومؤثر رئيسي ولها صوتها المعبر عن العالم العربي والإسلامي. مثل هذا التنسيق يؤدي إلى تقوية الصوت العربي، صوت الإسلامي أمام المجتمع الدولي، ويرسل رسالة للآخرين بأن هذه المنطقة تعيش بأمن وبتعيش بسلام وتعيش بتنسيق بين دولها الرئيسية، وبالتالي تضع أيضا
الضوء أنه الإشكالية ليست في هذه الدول وإنما في الدولة الإسرائيلية التي لا تريد أيضا أن تعزز الأمن والسلم والاستقرار في هذه المنطقة ولا تريد أن تذهب إلى السلام وتدين أيضا بشكل أو بآخر أولئك الداعمين من غير حساب للدولة الإسرائيلية في حربها في هذه المنطقة. وبالتالي مثل هذه اللقاءات توصل رسالة أيضا للعالم الآخر العالم العربي والإسلامي بأنه يجب أن نتكاتف دائما في حل الأزمات ومثل هذه الأزمات ومثل هذا الصوت الإيجابي قد يؤدي إلى حلول والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وأن يكون التنسيق لمصلحة الدولة الفلسطينية ولمصلحة الدول الأخرى بعيدا عن الصراع السياسي أو الصراع دعني أقول الحزبي وغيره من سلبيات عانت منها المنطقة في مراحل ماضية. ولذلك نحن نقول بأننا نعيش عصر جديد في هذه المنطقة بدأ من المصالحة التي وقعت في بكين ونحن ذاهبون بالاتجاهات الإيجابية وهذا هي الأمنية التي تمنتها المملكة العربية السعودية في المراحل الماضية ونحن سعداء بمثل هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني لجدة والاجتماع مع سمو وزير الخارجية ولعلها تؤدي أيضا إلى ثمار أخرى في مسائل أخرى تدفع ثمنها المنطقة إيجابيات من الأمن والسلم والازدهار والرخاء. أنا أشكرك عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس شكرا جزيلا لك شكرا لحضور شكرا لكم. إذن مواقف المملكة التاريخية بجانب الشعب الفلسطيني قديمة ولا يتسع المجال لذكرها لكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عقاب هجوم 7 أكتوبر سخرت الرياض كل إمكاناتها وقدراتها الدبلوماسية والسياسية والمادية للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين لمواجهة أزمتهم. نتابع تفاصيل في هذا العرض.